مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، على بركه الله وحفظه انطلق شوطنا الحادي عشر والمخصص لابناء السودان، ايضا الاخوه ابناء السودان المشاركين في هذه الانطلاقات الصباحيه مع سن الفطامين سن الصغار. نسير الى المراكز الاولى، نتابع قصابه في المركز الاول لاحمد الصديق من يتقدم بالمركز الاول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام القدوم والحضور الجميل من طرب لعبد الرحيم بن عمر بن معتيق، ولكن القدوم ايضا في هذه اللحظات من السدير للطيب بن ادريس السوداني من يقدم لنا سدير على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الكرام هنا فتنة لأحمد بن صديق السوداني. والمركز الرابع من الجانب الآخر هناك طرب لعبد الرحيم بن عمر بن معتيق السوداني. والمركز الخامس الشاهنية لعبد الرحمن البطحاني. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن الطيب بن إدريس يقدم السدير على المركز الأول. وطرب غيرت المسار، عبد الرحمن بن عمر بن معتيق ولكن من الجانب الآخر قصابة أحمد صديق السوداني يتقدم من الجانب الآخر، ولكن طرب بالمركز الأول. ترقص طرب لهبها الكوس، عبد الرحمن بن عمر بن معتيق والصديق، ولكن وصلت الشاهنية. عبد الرحمن البطحاني قادم، البطحاني يتقدم، ولكن لا زال طرب للمركز الأول. طرب وهناك أيضا الأداء الجميل اللحظات الأخيرة، طرب والشاهنية بن معتيق والبطحاني، ولكن الشاهنية قدرت بالناموس عبد الرحمن البطحاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني طرب لعبد الرحيم بن عمر بن معتيق. والمركز الثالث قصابة لأحمد الصديق. والمركز الرابع والخامس وبقية المراكز عند أعضاء خط النهاية. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام تابعنا معكم هذه الأشواط وصندوق الفطامين السنوي الذي أيضا نتابع فيه التحديات والإثارة. نذكر بالجوائز النقدية، هناك التسليم سيكون في أيضا مكتب تسليم الشور. شكرا للجان العاملة والمنظمة، شكرا لأبو ناصر محمد بن سلطان بن شاهين العواني. هناك أيضا